كل كلام في الوجود كلامه، يقولون سواء علينا نثره ونظامه. بلغ بهم الحد إلى هذا، كابن عربي والحلاج والتلمساني وغيره، وابن سبعين، وصلوا إلى حد أن قالوا بوحدة الوجود. والتوحيد هو أنك ما ترى خالق ومخلوق، التوحيد هو أن ترى الكون كله هو الله. أما إذا قلت إن الكون فيه خالق ومخلوق فهذا شرك عندهم، يسمون هذا الشرك. يعني شوفوا الضلال كيف ينتهي بالإنسان، العياذ بالله. نعم. وهذا الزنديق الحلاج كان يقول أيضا باللاهوت والناسوت، وهذا السر في إعجاب المستشرقين به ودعوتهم إليه وتلميعهم إياه، والعياذ بالله. فلذلك حتى نفسه يقول عن نفسه أنا الله. كيف أن الله؟ أن الله حال فيه كما يقول، وهذا كفر ما بعده كفر. يعني أعجب من مسلم كيف يلمع هذه الشخصية، كيف يعجب فيه، كيف يعني يلبس عليه فيه، وهذا ليتخلص من هذا الدين وإلى الحادي والزندق. يعني كان يعتقد عقيدة التناسخ، هذا عقيدة أيضا مجوسية وهندوسية، أن الإنسان إذا مات روحه تنتقل إلى مخلوق. البلاء الذي اكتسبه هذا الرجل من الهند، تعلم السحر، ومعلوم أن السحر كفر بالله عز وجل. فهذا الرجل كان يتعلم السحر وبرع فيه وأدهش كثيرا من الناس وقتل. هذا قتل يعني بسبب أقواله واعتقاده. يعني المستشرقون الذين يريدون إفساد دين الإسلام يعجبهم من يوافقهم في دينهم واعتقاداتهم، فبين الحين والآخر إلى عصرنا هذا يحرصون على دعم كل ما ينسب إلى الإسلام وهو ليس من الإسلام لتشويه صورة الإسلام. حيث يقول قائلهم كل ما تراه بعينك فهو الله، إذن هي المادة، كل ما تراه بعينك فهو الله. ويقول آخر وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول ثالث العبد رب والرب عبد، فليس شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك نفي أو قلت رب أن يكلف. ورابع وخامس ما أدري كم صار الرقم، يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذه كلها عبارات مصفرة في كتبهم التي يتبركون بها. فمثل هذه العقيدة تخرج صاحبها من دار الإسلام بأنها عقيدة أكثر من عقيدة اليهود والنصارى. وهذا يذكرني بقول أحد غلاتهم حيث قال إنما كفر اليهود والنصارى لأن اليهود حصروا الله في العزير، أما النصارى فحصروا الله في الآب والابن وروح القدس، أما نحن أي هم قال فقد عممناه في كل شيء، عممناه في كل شيء. هذا مذهب وحدة الوجود، وهو طبقة من طبقات الصوفية، أن الإنسان يصل بعلمه ويقينه إلى أنه يرى أن الكون هو الله وليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، كل الكون هو الله، وكل ما يصدر من الكلام فهو كلام الله، حتى السب والشتم والشعر والهجاء. حتى في عصرنا هذا الكفار والغرب يؤيدون التصوف والغلو فيه، لأنه ليس الإسلام شيء آخر، ولكن لو هدموا الإسلام مباشرة بكل صراحة ما قبل منهم، لكنهم يقولون التصوف ونحو ذلك من الكلمات حتى يهدم الإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. فوجد بغيتهم في أمثال الحلاج والقدياني وغيرهما ليفسدوا على المسلمين، لأن كان عنده غلو في الزندقة وعنده صراحة فأجمعوا. يعني كيف الآن هذا يصور الرجل أنه كان مصلحا أو صالحا أو عابدا وهو في عصره لم ينقل عنه ثناء، بل كفره علماء عصره، بل حتى من كان فيه تصوف لكن لم يبلغ درجة الغلو اللي عنده
أيضا قال بكفره قبحه الله. هذا كان من مصدرها الحلاج، يقول أنا الله، يقول قائل والعياذ بالله العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، ويلبس جبة ويقول ما في الجبة إلا الله، ويقول سبحانك سبحاني ما أعظم شاني. هذا الكلام اللي كان يذكر في الكتب كان من مصادره هذا الزنديق، يقول عن نفسه أنا الله، حتى أنه أمر زوجة ابنه أن تسجد له، فقالت أيسجد لغير الله؟ يعني يبدو أنها على فطرتها. فقال إله في الأرض وإله في السماء، فزعم أنه أيضا إله ويستحق أن يسجد له. وهذا أكبر الطواغيت، يعني أكبر الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض، فكيف هو يأمر الناس أن يعبدوه وأن يسجدوا له من دون الله؟ معروف الحلاج ملحد، الحلاج ملحد وقتل في الإلحاد نعوذ بالله، ولا يجوز أنه يمدح، ما يجوز أنه يمدح ويثنى عليه وهو معروف بالضلال والإلحاد والزندقة. كيف يقال سيصور له مسلسل؟ ماذا سيقول عنه؟ إلا أن يكذبوا ويطلعون شخصية أخرى وأنه رجل كان رجل صالحا أو زاهدا أو إلى آخره، تلميعا لحقيقة هذا الزنديق. وإلا لو قيل عنه هذا الكلام الذي أثر في المراجع والكتب لما اغتر به عاقل، فضلا يغتر به مسلم.